السلام عليكم، ازيكم؟ لما تيجي تبص لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعراق، على فكرة الزيارة دي تعتبر الأغرب، لا فيها كمية تساؤلات غير طبيعية، تساؤلات كده مش سهل إن أنت تلاقي لها إجابة، زي إيه مثلا؟ ليه دلوقتي الوقت؟ ليه؟ بلاش كده، ليه تم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بالطريقة الفخمة قوي دي؟ ده على فكرة، أنا ممكن أتفهم الاستقبال ده لترامب مثلا، هتفهم، أو لجو بايدن أو بوتين، حلو، قوة عظمى، العراق مش متعودة تستقبل قائد عربي بالطريقة دي، ده استقبال غير طبيعي. بلاش كده. ليه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نات برايس يطلع يصف الزيارة دي بالتاريخية ونزله بيان في state.gov، يعني الموقع اللي هو state.gov الأمريكي الرسمي، نزل بيان قالك زيارة تاريخية. أمريكا بتصف الزيارة دي، على فكرة الأمريكان مش متعودين يطلقوا أوصاف على زيارة زعيم دولة لدولة أخرى، يعني عامة هتلاقي يقولك زيارة مش زيارة، إنما تاريخية من وزارة الخارجية الأمريكية لفظ غريب في وقت أغرب. بلاش كده. هي الزيارة دي عشان مصر بس؟ يعني مصر بس هتستفيد منها ولا ايه؟ على فكرة بقى الزيارة دي فيها كمية اجابات واسرار غير طبيعية، وعلى فكرة لما تلاقي الاعلام الغربي بيصف الزيارة دي ازاي هتنبهر. عاوز تعرف ليه؟ هقول لك، عشان اقول لك لازم احكي لك القصة من الاول. القصة كلها يا سيدي تبتدي ان موقع اسمه لوس انجلوس تايمز طلع وشن هجوم ضاري ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكتب قال ان ترامب فيفر ديكتاتور او الامبراطور المفضل لترامب ابتدى يسبب حرج لبايدن. ده العنوان، او في احراج لبايدن، او زي ما انت عاوز تترجمه، بس العنوان ده بيدل ليك على كوارث. المجله دي بتحرر ضد الرئيس المصري، ازاي بايدن ساكت على رئيس عبد الفتاح السيسي بعد ما اعلن اعدام او حكم بالاعدام على 12 قياده اخوانيه؟ دول بيحرضوا رسميا ضدك، واوعى تنسى المقاله اللي نزلت في واشنطن بوست بنفس الاسباب اللي قالوا فيها ان جو بايدن وعد بعدم مناقشه حقوق الانسان او ربطها بالمعونه العسكريه. يا باشا خد المعونه، احنا مش هنتكلم. ليه انا بقول لك كده؟ بقول لك كده ان في تحريض على الجبهه الداخليه، ده في ناس عاوزه تقوم لك الجبهه الداخليه. الرئيس عبد الفتاح السيسي ساب الجبهه الداخليه وطلع زياره للعراق، موقف بيدل عن قوه. مش بس كده، انت عندك ملف سد النهضه، سايب الملف ده طالع العراق ليه؟ ثقه في الجيش المصري، انا ورايا رجاله هيعرفوا يخلصوا. ده نوع من انواع القوه، ان انت طالع معنى كده ان بلدك مستقره برغم كل التحريض والاشاعات والكلام ده كله. انت طالع تعمل زياره بره، الزياره دي لازم تعرف انها تنم عن قوه. طيب اهم بقى سؤال، ليه العراق بتستقبلك الاستقبال الحافل ده كله؟ اشمعنى يعني؟ والله لما تيجي تعرف هتلاقي ان العراق حاليا في اضعف حالتها. معلش احترامي لاخواتنا العراقيين وكل حاجه، بس العراق مش زي ما كانت ايام صدام حسين مثلا او اي ايام تانية. العراق عندها قوه بتروليه غير طبيعيه مش عارف تستغلها، عندها ارهاب، عمليات ارهابيه كل شويه، تدخل ايراني سافر، كل الكلام ده كله مخلي العراق مش زي الاول. مش بس كده، مفيش دوله حاليا فاضيه للعراق. احنا عندنا كورونا، احنا عندنا مشاكل اقتصاديه، نروح للعراق ليه دلوقتي؟ احنا عندنا مشاكلنا اللي تكفينا. برضو مش بس كده، التدخل الايراني في العراق بشكل سافر، يعني شوف قد ايه التدخل الايراني والنفوذ اللي عند ميليشيات الحشد الشعبي ده مش موجود في اي حته في العالم. الحشد الشعبي ده اللي تبع ايران يعتبر كده مستولي على العراق. مفيش دوله عربيه تعرف تساعد العراق غير مصر وعلى اللي انت عاوزه. يعني شوف، مفيش دوله خليجيه او افريقية عربية او في الشرق الاوسط كله تعرف تساعد العراق زي مصر. ليه؟ اولا انت عندك قدرة بشرية غير طبيعية، خبرات في الاعمار غير طبيعية، قدرات اقتصادية بالرغم ان اقتصادك وحش، ما بقولش حاجة، اقتصادك وحش مش زي امريكا، يعني انا بتكلمش ان هو وحش سيء، وحش مش زي امريكا. هل رغم كده انت الوحيد تعرف تساعد العراق؟ انت اصلا العمال المصريين عندك كانوا اكتر عمال محبوبين في العراق، ودول كان بيعتمد عليهم صدام حسين في حاجات كتير قوي. فانت الدوله الوحيده تعرف تخش العراق من غير ما تلاقي مقاومه، لان الشعب العراقي بيحب المصريين. مش بس كده، ميليشيات الحشد الشعبي ما عندهاش مشكله قوي مع المصريين، يعني زي ما انا قلت لك كلمه رئيس السادات في كتابه البحث عن الذات، قال لك احنا فرضنا على الايرانيين يحترمونا. فانت مثلا، انا ما بتكلمش على داعش، انا بتكلم على الحشد الشعبي، ما عندوش مشكله كبيره او ضخمه مع العمال المصريين. مصر الوحيده اللي تعرف تنقذ العراق. لما تيجي تبص على الزياره دي هتلاقي ان هم تم توقيع 15 اتفاقيه في عده مجالات. هل تم توقيع ال 15 اتفاقيه ده
في الزيارة دي خالص. ده في زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للعراق، ماشي، قبل كده تم توقيع 15 اتفاقية في مجالات ايه؟ البناء، النقل، الصحة، البيئة، الاقتصاد، العمل، الصناعة، كل حاجة تاني، النقل كله ما سابوش حاجة. 15 اتفاقية ضخمة جدا، ده في نوفمبر الماضي، يعني ده مش من مسافة بعيدة. دلوقتي بيأكدوا على الاتفاقيات دي. بيني وبينك الموضوع هياخد وقت، يعني اوعى تفتكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي زار العراق من هنا الاتفاقيات دي هتتعمل كلها دلوقتي، بس ده نوع من انواع التاكيد على الاتفاقيات دي. طب الاتفاقيات دي بتنص على ايه؟ والله بتنص على مشروع الشام الجديد. ايه مشروع الشام الجديد ده؟ ده مشروع كان اقترحه رئيس الوزراء العراقي سابقا، ان يتم ربط بين العراق، الاردن ومصر بطريقه اقتصاديه شامله. يعني ايه؟ يعني 15 مذكره دول. اولا عاوزين يربطوا خط كهربائي بين مصر يروح العراق. معنى كده ايه؟ معنى كده ان انت بقيت قوي اقتصاديا وعندك استقرار في الكهرباء، تعرف تصدرها. انت بتصدر كهرباء للاردن برغم الناس اللي طلعت كذبتني، بس انت بتصدر كهرباء للاردن. حلو، عايزين بقى يكملوا الخط ده يروح العراق. العراق عاوزه كهرباء، مش بس كده، بتيجي تبص هيقول لك والله في المقابل ان العراق هتمد خط بترول لحد الاردن، ماشي، لحد ميناء العقبه. عاوزين الخط ده يكمل ويروح ليه؟ لمصر. مصر تاخد البترول ده. طيب انت هنا عندك شقين مهمين جدا. اول حاجه، هي مصر هتعرف تاخد البترول ده عشان تسد احتياجاتها؟ لا، انت دلوقتي عندك نسب انتاج البترول ترتفع جدا، بترتفع كل يوم عن اليوم اللي قبله. اكتشافات البتروليه في مصر ابتدت تبقى كبيره شويه، فانت ممكن ما تحتاجش البترول ده قوي. لا، هتحتاجه، هتعرف تصرفه، هتكفي نفسك، يعني هتكفي بلدك، وفي نفس الوقت الباقي هتعرف تصدره لاوروبا. فانت الدوله الوحيده اللي ممكن تستعين بالبترول بتاع العراق وتعرف تصرفه. طب ليه البترول بتاع العراق؟ لان الصفقه مبنيه على كده، البترول مقابل اعاده الاعمار. مش اي دوله خليجيه هتقبل بكده. كل دول الخليج غنيه بالنفط على فكره، يعني معظم دول الخليج ما كانش كلهم يعني عندهم نفط. مين هيلجا للعراق عشان يقول له هات النفط بتاعك؟ مش عاوزين يا عم. مصر هات يا عم النفط بتاعك واحنا هنعيد اعمار العراق. شوف كميه الشركات المصريه اللي بتعمل حاليا في العراق وما عندهاش مشاكل. شوف الخبره اللي بقت عندنا في البناء والاعمار اللي بسببها المهندسين المصريين بيروحوا هناك. فانت العراق في حاجه ليك، زي ما انت هتستفيد اقتصاديا بشكل كبير، هتقلل مخاطر الزياده السكانيه اللي عندك اللي جايه لك بشكل كثيف، وكل شويه الحكومه تطلع تقول يا جدعان الزياده السكانيه دي كل اللي بنعمله هيروح، الزياده السكانيه دي هتاثر على الاقتصاد المصري. حلو، لو مش هتعرف تمنع الزياده السكانيه ممكن تلاقي لهم فرص عمل تقلل بيها البطاله. لو قللت البطاله، بص انا بالنسبه لي اخطر مؤشر البطاله ده، لو البطاله ده فضل واطي كل الناس المصريين بيشتغلوا، الجريمه هتقل، السياحه هتزيد، نسب الامان هتشتغل بشكل كبير جدا، البوليس هيبقى فاضي. يعني شوف انا اديك مثل بقى ساذج شويه، البوليس مش هيبقى عنده كميه القضايا، واي قضيه هيعرف يحقق فيها بشكل كبير، ونسب الامان هتستقر والاقتصاد هيزيد. البطاله دي اهم عامل في اي دوله. فانت لو السوق بتاع العراق ده فتح، شركات هناك هتروح تشتغل، العماله هناك هتروح تشتغل بشكل كبير. طلعت عرب نيوز، موقع اسمه عرب نيوز، قال لك ايه؟ قال لك على فكره بقى الموضوع مش خط كهربائي وخط بترول، الموضوع اكبر من كده. ايه بقى؟ عاوزين يعملوا خط بري بين العراق ومصر، ده جديده دي، بين العراق لحد مصر. هل الطريق ده ابتدى؟ يقول لك مصر عندها البنيه الاساسيه جاهزه، يعني احنا عندنا طريق اصلا، انت بس كل عندك ان انت تمده لحد العراق. قال لك الطريق ده ممكن تاخد منه عباره لحد الاردن، والعباره دي او الطريق كله هيكلفك $130 يعني لحد العراق. ايه فايده الموضوع ده كله؟ فايده الموضوع ده كله ان العماله المصريه هترجع تغزو العراق لو قامت. العراق دي لو قامت على حيلها شويه والارهاب عندها قل، خلاص كده العماله المصريه هتروح هناك. خد بالك من المؤشرات دي، المؤشرات دي خطيره جدا. انت هتنمي الاقتصاد بتاعك بشكل كبير. ليه؟ انت بتفتح السوق الليبي والسوق العراقي، هتودي ناس تشتغل هناك، والناس دي هتاخد خبره وتزود لك تحويلات المصريين للداخل. مش بيقول لك اكتر سببين لنمو الاقتصاد المصري قناه السويس؟ تحويلات المصريين للخارج. عمله صعبه، الناس اللي بتسافر بره دي هتبعت لاهلها فلوس، ابعت بقى خلينا نشتغل. انت بتنمي الاقتصاد بتاعك. في نفس الوقت اللي عاوز اقوله لك ان لما يتم استقبال رئيس السيسي بالشكل الفخم ده، لازم تعرف ان انت بالفعل بقيت دوله عظمى مش دوله عاديه. انت لاعب اقليمي غير طبيعي. معلش انت هتستحملني في الكلمه دي، احنا بقينا لاعب اقليمي شامل. ليه؟ لما يطلع متحدث باسم وزاره الخارجيه الامريكيه يصف الزياره بالتاريخيه، لان اول رئيس مصري يزور العراق من 30 سنه، من ساعه الرئيس مبارك راح العراق عشان يثني او يحاول يثني صدام حسين عن ان هو يغزو الكويت. دي زياره تاريخيه، وفي نفس الوقت انت لاعب اقليمي بتتدخل في ملف
كبير جدا. انا مش جيت قلت لك الراجل بتاع فورين بوليسي هيقول لك ان الامريكان هيقعدوا يسالوا نفسهم هي مصر هتقدم لنا ايه تاني بعد ملف وقف اطلاق النار في غزه؟ ما هو معلش يعني احنا هنقف معاك بس يعني مين؟ لا ده مصر لاعب كبير جدا. لما انت تبان في العراق انت كده بتستخدم ملفات مش في خاطر الامريكان. مش الامريكان الاولويه عندهم الاتفاقيه النوويه صح؟ يعني ده الاولويه القصوى لامريكا حاليا صح، اللي فيها مشاكل دلوقتي. دلوقتي انت موجود في دوله قريبه جدا من ايران، مش بس كده دوله امريكا عاوز تنسحب منها. انت بتبين للامريكان ان ملفات كتير قوي في ايدك، ليبيا، العراق، غزه، فلسطين. لا انت عندك كام ملف اقليميا شديد جدا. وزي ما قال الراجل بتاع فورين بوليسي، مصر الدوله الوحيده اللي تعرف تتدخل في ملفات الشرق الاوسط وتحتوي الخلافات. دوله الوحيده تعرف تتدخل بين اي دولتين عربيتين والاثنين يرحبوا. يعني شوف قد ايه الاثنين يرحبوا، يقول لك ماشي مصريين دخلوا. انت لاعب اقليمي مش سهل، انت عندك قدره تعرف تديها للعراقيين وتقومهم تاني ان شاء الله. يعني هل الزياره دي عشان تبين لامريكا ان انت لاعب اقليمي ومسيطر على كذا ملف فقط؟ الاتراك كمان، انت عندك تركيا دلوقتي واقفه على الحدود العراقيه وبتشن كل شويه غارات وتقتل اكراد. فين؟ داخل الحدود العراقيه. طب تركيا لو ما هدتش اللعبه في ليبيا هنفتح لها بقى موضوع العراق؟ احنا في ايدينا كام ملف، وشوف العراقيين بيحبونا ازاي. ده بينم عن حب العراقيين لينا. انت مش هتعرف تتحرك في الملفات دي بدون حب الاشقاء ليك. ما انا قلت لك ميليشيات الحشد الشعبي مش مستهدفه المصريين دلوقتي، مش اولوياتها. يعني ممكن يكونوا شايفيننا يا سيدي اعداء ماشي، بس مش اولوياتهم. انت هتعرف تتحرك في كذا ملف، الشعب العراقي بيحبك، ميليشيات مش واقفه ضدك، كل الناس بتحبك، اتحرك سيطر. الزيارة دي مش سهلة تماما، الزيارة دي بتبين قوة مصر. ومعلش انا هسألك سؤال، هو مبارك يعني استحملني في السؤال، مبارك لو كان راح العراق كان هيتم استقباله الاستقبال ده دلوقتي؟ ما اعتقدش. طب لو مرسي؟ ما علينا. مهم، فانت عندك رئيس بيتم استقباله في العراق زي ما تم استقباله بالظبط في فرنسا، زي ما تم استقباله في السعودية، زي ما تم استقباله في الامارات. انت دلوقتي بتتحرك بشكل كبير لان انت قيادة سياسية محبوبة في الشرق الاوسط. مش بس محبوبة، على فكرة السياسة مصالح، الناس دي كلها شايفة مصلحتها معاك. امريكا هتنسحب منطقة، وزي ما الامريكان بيقولك شد حيلك يا وحش، انت بتبين لهم احنا قد الشيلة. لا احنا موجودين في الشرق الاوسط وجدعان قوي، وكل الملفات نعرف نتدخل فيها. طيب ترجع بس ليه موضوع الشام الجديد ده. الشام الجديد ده قالك والله الاجتماع ده ثلاثي لان في العراق مصر والاردن، والتلات دول دول متفقين جدا في معظم السياسات الخارجيه. يعني كل ملفات الخارجيه دول الدول ما عندهمش مشكله او تناقضات في السياسه بتاعتها. ملف فلسطين مثلا، الاردن مهتمه جدا بملف فلسطين ده ومقدره ان مصر لعبت دور قوي في وقف الصراع في غزه. مش بس كده، العراق شايف ان الدور المصري قوي وفي نفس الوقت عاوز امكانيات امنيه وخبرات امنيه من مصر يعرف يواجه بيها ميليشيات الحشد الشعبي ويعرف يقلل بيها النفوذ الايراني داخل العراق. وده موضوع مهتمه بيه امريكا ومهتمه بيه مصر بشكل كبير، مساعده العراق لاحتواء ميليشيات الحشد الشعبي وتقليل نفوذها. طب مصر، مصر مهتميه بتقليل الدور التركي او محاربه الدور التركي في العراق. مش بس كده، بتبص على استقرار العراق بشكل كبير. فانت عندك الثلاث دول طلباتهم واحده، يعني سياساتهم واحده، متفقين في حاجات كتير. ارجع لاسوشيتد بريس، اسوشيتد بريس بتقول لك الحلف ده مش سهل تمام، لان الحلف ده متداخل بشكل كبير. وبص على الملفات اللي ناقشوها، بتقول لك ناقشوا ايه؟ بتقول لك ناقشوا الازمه السوريه، ده اولا. يعني انت هتبقى ماسك الازمه السوريه معاك برضه، الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، الحرب في اليمن، وناقشوا سد النهضه، ده حلف سياسي واقف معاك. خارجيا انت عندك حلف عربي كبير جدا، داخليا انت بتنمي نفوذك الداخليه مع اقرب دول ليك، اقرب دول هتسمع لك، لو عندك مشكله هيقفوا معاك في مجلس الامن ويقفوا معاك في الامم المتحده. اللي انا عاوز اقوله لك ان انت بقيت دوله كبيره جدا، والاستقبالات والترحاب اللي بيلاقيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دول العالم كلها ده بيمثل قوتك. من حبكم، حب الشعب المصري، العراق مرحب بي، واهتموا بالرئيس السيسي، عندكم فرصه تاريخيه ان مصر تستعيد وضعها، والحمد لله استعادت وضعها. انا كنت في القاهره منذ فتره عندما كنت ضمن اجتماع رؤساء اجهزه المخابرات، وفرحت ما شفته من تنمية حقيقية في مصر. نتمنى لمصر كل خير، واهتموا في أنفسكم وكونوا شعب واحد، لا تفرقكم الأكاذيب الطائفية أو المذهبية، العنوان الوطني هو الحل. مش بيمثل عمق العلاقات فقط، يعني مش عشان انت علاقتك مع الفرنسيين استقبلوك كده أو العراقيين استقبلوك كده، لا انت دولة قوية جدا، دولة العالم محتاج لها، دولة
ذات نفوذ، افخر بنفسك، انت عملت حاجه ووصلت لحاجات غير طبيعيه، العالم كله بيبص لك ان انت لاعب محوري في الشرق الاوسط. في الاخر يا رب اكون شرحت لك الموضوع بشكل مبسط. يا رب انصر مصر، تحيا مصر وهيتضرب وعلى اللي انت عاوزه. بس على فكره، بس قبل ما اقفل، كل الناس عماله تقول لي لو ما اتضربش احنا هنرجع عليك، ولو ما اتضربش هتشوفه ده. ماشي، طب لو اتضرب ما تنسانيش بقى. يا رب انصر مصر، تحيا مصر، سلام. يا محروسه بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين ومن فوق